افتتح وزير الأوقاف والسياحة والآثار ومحافظ القاهرة مسجد الإمام الشافعي بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وصيانته بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسلنا أشرف مبارك. أشرف، انقل لنا وقائع هذا الحدث وتفاصيل أكثر عن أعمال الترميم والأعمال التي تم إنجازها لترميم هذا المسجد. شروط، برحب بيكم من مسجد الامام الشافعي. يعني افتتح منذ قليل الدكتور خالد العنين وزير السياحه والاثار، ويعني معالي وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعه ومحافظ القاهره اللواء خالد عبد العال، يعني اعمال الترميم التي شهدها هذا المسجد بتكلفه نحو 13 مليون جنيه، كما سيقوم ايضا الدكتور خالد العنين بجوله داخل قبه الامام الشافعي التي تم ايضا يعني تطويرها وترميمها بالتعاون مع صندوق السفراء الامريكي بتكلفه 20 مليون جنيه. اللي الحديث اكثر حول اعمال الترميم التي تمت داخل هذا المسجد مع الهواء مباشره الدكتور خالد العنين وزير الساحة والآثار. دكتور خالد برحب بحضرتك. كل يوم افتتاحات، يعني احنا شايفين بالامس كان في احتفاليه عيد المتحف المصري في التحرير، وايضا كان اكتشاف سقاره، والنهارده افتتاحات اثريه، وكان ايضا افتتاح مسجد الفتح في عابدين. يعني وزاره الاثار يعني لا تمل يوما واحدا عن الافتتاحات الاثريه. والله حضرتك يعني فعلا انا مندهش من المجهود الضخم جدا اللي زميلاتي وزملائي في المجلس الاعلى للاثار قدروا يعملوه. هو جيل بيعمل فعلا حاجات غير مسبوقة في مجال الآثار، ما سمعناش قبل كده عن قيام المجلس الأعلى للآثار بافتتاح ثلاث متاحف في نفس اللحظة في ثلاث محافظات مختلفة، ثلاث متاحف أجمل من بعض في نفس اليوم، كفر الشيخ، شرم الشيخ، المركبات الملكية. تفضل فخامة رئيس الجمهورية بتشرفنا بنفسه بافتتاح الثلاث متاحف، بعدها بأيام كشف أثري من أكبر الاكتشافات الأثرية اللي حصلت في العالم الفترة القليلة الماضية، اليوم مسجد أثري بينما احتفالات أخرى عديدة، كل ده في الكورونا. يعني ناس بتشتغل ليل نهار، بوجه لهم كل الشكر والتقدير. ثانيا، احنا النهاردة في مسجد أثري، إذا يبقى بنتكلم إن احنا آخر كام يوم بس تم افتتاح متاحف آثار مصرية قديمة، متاحف مركبات ملكية تاريخ حديث، بنفتتح كشف أثري تاريخ فرعوني، واليوم مسجد أثري تاريخ إسلامي. ما هذا التنوع؟ إذن الموضوع مش بس كم وتكرار في مسافة زمنية قليلة جدا، أحداث كتير قوي لكن متنوعة جدا، ودي تفرد مصر، قوتها وتفردها في تنوعها، إن عندنا كل أنواع الآثار. إحنا دولة عريقة جدا، دولة عظيمة جدا، بنشرف إن عندنا مكان طاهر زي ده الإمام الشافعي، سواء المسجد أو على بعد بضعة أمتار القبة والضريح. الإمام الشافعي جاء إلى مصر من حوالي 1200 سنة في القرن الثاني الهجري، هو أحد أصحاب المذاهب الأربعة. المسجد ده تم بناؤه على مراحل عديدة على مدار أكثر من 800 سنة من العصر الأيوبي والعصر المملوكي، وصل لمرحلة أثرية وإنشائية كان يجب أن تدخل. قامت وزارة الأوقاف بتمويل المشروع بالكامل بحوالي 13 مليون جنيه. بنقوم إحنا الآن، بس تدقيق بسيط، إحنا لم نفتتح بعد القبة والضريح، إن شاء الله خلال الأشهر القليلة الماضية وهتبلغ تكلفتها، وتم الحصول على منحة أمريكية بحوالي 20 مليون جنيه، ونفتتح إن شاء الله أنا ومعالي وزير الأوقاف. أدعوكم إلى التأمل في التفاصيل الدقيقة في هذا المسجد الأثري الرائع. أحب أشكر معالي وزير الأوقاف، لأن فعلا ما تشهده الوزارتين من علاقة متميزة خلال الفترة الوجيزة القليلة الماضية أدت أنا تشرفت مع معالي الوزير بافتتاح مساجد أثرية كثيرة. ويمكن لو تكلمنا عن القاهرة يكفي الأزهر، مسجد الأزهر الشريف اللي تفضل فخامة رئيس الجمهورية بافتتاحه بنفسه، مساجد أثرية في كل محافظات الجمهورية تشرفنا بافتتاحها سويا، وإن شاء الله هنحافظ زي ما حافظنا على مساجد فراشيد، وزي ما رحنا بعض بورسعيد ورحنا محافظات كتير نفتتح فيها مساجد أثرية، إن شاء الله نكمل في كل أنحاء الجمهورية. يبقى وزارة الأوقاف بتبدي مساجد جديدة، وزارة الأوقاف مع وزارة السياحة والآثار بتحافظ على الآثار القديمة. احنا كنا هنا من ساعتين يا فندم كان فيه هبوط في أرضية المسجد، إيه اللي تم في عملية الترميم؟ لا حضرتك، ده عملية كاملة متكاملة، وأحب أوجه الشكر لزميلاتي وزملائي في المجلس الأعلى للآثار، السيدات والسادة أعضاء وزارة الأوقاف، وشركة المقاولون العرب المصرية، هذه الشركة الوطنية العظيمة اللي أصبح لها خبرة كبيرة جدا في ترميم المساجد الأثرية، اللي أنا شرفت أنا ومعالي الوزير بدأنا عام 2020 بافتتاح سويا مسجد الفتح بقصر عابدين. المسجد ده تم أعمال إنشائية
الشعبيه، اعمال في الارضيات، اعمال في الاعمده، في الاسقف، اعمال ترميم دقيق في المحمر. ورحنا مع بعض تشرفنا مع سيادتك يا فندم والعباسي في بورسعيد، ويعني تجولنا في محافظات جديده وافتتحنا سويا الكثير من المساجد الاثريه، وربنا يقدرنا ان شاء الله نفتتح مساجد كثيره. كانت عمليه انشائيه ضخمه جدا. بشكر وزاره الاوقاف في ما تقدمه من دعم للحفاظ على ارث مصري الرائع من اثار دينيه واسلاميه فريده. ايضا مع الهوا مباشره الدكتور محمد مختار جمعه معالي وزير الاوقاف، يعني حضرتك في افتتاحات في الفتره الاخيره، يعني النهارده يمكن 49 مسجد وصلنا لحد 501 مسجد يتم افتتاحهم خلال الفتره الاخيره، هكلمنا عن الافتتاحات اللي بتتم، والنهارده ايضا مسجد اسر بيتم افتتاحه. بدايه بشكر الزميل والصديق العزيز معالي الاستاذ الدكتور خالد عناني وزير السياحه والاثار، وهو كما شاهد نشهد فعلا ان العلاقه بين الوزارتين الاوقاف والاثار بتشهد علاقه تاريخيه جديده فيها الانسجام والتعاون، وده التوجيهات الدوله المصريه بنعمل كفريق عمل، وهو ما اسمى عدد من الافتتاحات الضخمه في المساجد الاثريه ياتي ضمنها اليوم هذا المسجد الذي يمثل قيمه تاريخيه ودينيه واثريه وحضاريه عظيمه ليس لمصر وحدها وانما للعالم الاسلامي كله ولكل المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، ويمكن ان يسهم ايضا في دعم السياحه الدينيه اضافه الى ما يمثله لخصوصيه هذه المنطقه واهالي هذه المنطقه. بمناسبه المساجد، احنا اليوم بيتم افتتاح بنكمل 502 مسجد في ثلاثه اشهر سبتمبر اكتوبر نوفمبر، افتتحت ما يزيد على 500 مسجد، اكثر من 500 مسجد بما يعادل متوسط 6 مساجد يوميا، وهو رقم غير موجود في اي دوله في العالم ولا مسبوق. ده في اطار خطه الدوله المصريه للبناء. الرساله اللي بنرسلها اليوم اننا كما نعنى ببناء المساجد الجديده نعنى عنايه خاصه بالمساجد التاريخيه والاثريه، كما ان الدوله ايضا وهي تقوم بانشاء المدن الجديده تعنى عنايه بالغه بتطوير المدن القديمه، وده جزء من تطوير القاهره التاريخيه. مره اخرى بشكر معالي وزير الاثار، بشكر استاذ محافظ القاهره، بنشكر الشركه المنفذه التي قامت وهي شركه المقاولين العرب. كل التوفيق يا فندم معالي الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه ومعالي وزير الاوقاف. ايضا شروط زي ما احنا شفنا التطوير اللي بيتم يعني في جميع المناطق الاثريه وايضا في جميع المتاحف، يعني كان هناك ايضا كما اشار معالي وزير الاثار كان هناك افتتاح لبعض المتاحف الفتره الاخيره، متحف كفر الشيخ، متحف ايضا شرم الشيخ، بالاضافه لمتحف المركبات الملكيه، هنا ايضا تطوير في بعض المساجد الاثريه، مسجد الفتح في عابدين، مسجد الامام الشافعي. اذا هي يعني خطه وضعتها وزاره السياحه والاثار منذ عام 2015 لافتتاح عدد من المناطق الاثريه. لك شرور. شكرا اشرف مبارك، ومتابعه لافتتاح مسجد الامام الشافعي بعد الانتهاء من اعمال ترميمه وصيانته.